نشرح للناس انك ازاي الرئه مكونه من قد ايه، من ايه، علشان كده بناخد ازاي ممكن ناخد جزء من الرئه او فص من الرئه ننقله. الرئه في طبعا في حاجات لازم الناس تعرفها خلاص، ان احنا بنعمل يوميا مئات استئصال الفصوص الرئويه، مئات على مستوى مصر الامنه. فاحنا عندنا الرئه اليمنى 3 فصوص، الرئه اليسرى فصين. لما بيبقى في تليف رئوي احنا بنشيل الرئتين كلها للمريض وبنزرع له بطريقه معقده للغايه، فص ايمن وفص ايسر فقط من متبرعين احياء، بيبقى حساباتهم محسوبه حسابات حجميه كفوليوم وكفانكشن كوظيفه، بحيث نبقى متاكدين تماما ان المتلقي ده هيقوم ويكمل حياته بصوره طبيعيه. المتبرع لغايه ما بيحصلوش حاجه بنسبه 90% من وظائف التنفس بتاعته، غالبيتهم الغالبيه العظمى بترجع الى عاداتها الطبيعيه، يعني في ظرف اقل من 3 اسابيع حياتها الطبيعيه تماما. الكلام ده بالارقام مش باي حاجه. فقررنا ان مين المتبرع اليمين مين المتبرع الشمال، حددنا مع البروفيسور الياباني هيجي امتى بالظبط. كانت اكبر من الحاجات المهمه جدا البنت دي هتنام ازاي، وده يمكن دكتور عادل يعني ايه هتنام ازاي؟ هيتم تخديرها ازاي؟ تخديرها ازاي؟ احنا كنا عاملين زوم مع البروفيسور الياباني. ليه؟ ايه مشكله التخدير؟ ان فيها نسبه وفاه وهي بتتخدر، نسبه وفاه عاليه، وهي يعني كانت شيء صعب جدا طبعا، هم ممكن يتكلموا فيه احسن مننا. تم التخدير، تم دخولها على جهاز الاكمو، فريق بيشتغل على متبرع، فريق اخر بيشتغل على متبرع، في تناسق ما بين الـ3 اوض. استئصال الرئه اليمنى يليه ان الجرافت بتيجي متحضره من الاوضه الاخرى، الاوضه المتبرع تزرع، استئصال الرئه اليسرى، الجرافت الثاني من الغرفه الاخرى بيجي متحضر ويزرع، ثم بنخرج بالعيانه من الاكمو لو الامور بتتحسن. ايه الاكمو؟ الاكمو ده الاكسترا كوربوري ميمبرين اوكسجينيشن، دي يعني مكنه او ماكينه كانها رئه صناعيه، بس هي لها القدره انها تبقى رئه صناعيه وقلب صناعي في نفس الوقت. دكتور